لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعمة جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلم أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله: الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا يتبرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، بل يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة قامت عليها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين ومحجة للسالكين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما عرف بربه ودعا إليه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه ثلاث متداخلات، ثمرة واحدة يعظم قدرها باقتراف أحد هذه الثلاث، فإذا اجتمعت كان لها التأثير الكبير في قلب فاعلها. هذا موسم الحصاد الذي يجني فيه النساك ثمرة بذرتهم، هذا موسم الحصاد الذي ينصب فيه النساك أقدامهم وينزلون حاجتهم بباب سيدهم، هذا موسم الحصاد لمن أقبل على الله سبحانه بقلبه يطلب فكاك رقبته. فإن هذه الأيام والليالي يعقب فيها فضائل تلو الفضائل، وهذا وقد رفع عن الناس الأغلال، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان
فتحت أبواب السماء. قال الطبي رحمه الله: وفائدة تفتيح أبواب السماء أن الملائكة تستحمل فعل الصائمين، فإذا صام الصائمون رفعت أعمالهم فتستقبلها الملائكة فتزيد على عمله شفاعتهم، وهذا يسري على العباد كرما من الرب سبحانه وتعالى لم يفعلوه. وفي اللفظ الآخر قال: فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومردت الجن، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، وإن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ثم قال صلى الله عليه وسلم أن هذه الفضائل التي وضعها رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات، ذكر وظائف لهذا الشهر لابد أن يقوم عليها. فإن مجمل الوظائف وردت في آيات وأحاديث، فقال سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان، فهذه تلاوة، وهذه صدقات، وهذا صيام، وهذا قيام، هذا حق لله سبحانه وتعالى يقوم له ويصوم له ويخشاه ويتقيه، وهذا حق العباد. فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. فهذا حقه لنفسه، وهذا حق العباد، فإنه لا يجاري أحدا على جهله عليه، ولا يتلبس هو بالجهل، بل ولا بالصخب بعلو الصوت في الناس، بل ولا يقع في هذه الشهوات حتى وإن كانت مباحة قبل، فلا يرفث. فهذا الرفث يتنزه عنه، ولا يزال قبلها مباح له ذلك لأهله وزوجته، ومع ذلك يتحكم في نفسه دواليك، في مطعمه، في مشربه، في شهوته، ولا تزال نفسه تصرخ فيه: أريد كذا، وأريد كذا، وأريد كذا، أريد أن أنام، أريد أن تغلق المصحف ونستريح، أريد أن نمسك المال، لا تتصدق بشيء، نريد أن نفعل ونفعل ونفعل. ولا يزال العبد يحتسب في شأنه كله في ذلك، فتفطم النفس عما أرادت في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم ما يزنيه الصائم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه أعظم ثمرات الصيام، في أن العبد يصير نهاره متقيا ربه سبحانه وتعالى. وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم معنى زائدا عن مجرد الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر آدابا يتزيى بها ويتلبس بها الصائم حتى يحصل التقوى، وإلا فاته شيء من ذلك كبير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإن الإمساك عن هذه الأطعمة والأشربة والأنكحة هذا يبنى عليه وليس متوقفا عنده، فإن العبد يبصر من نفسه أنه يستطيع أن يترك، ويستطيع أن يدع، ويستطيع أن يتوب، ويستطيع أن يهذب نفسه، فيقوم على ذلك فيمتثل الأعظم فالأعظم، حتى إذا طوعت له نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى صار تقيا يلتزم الأمر ويجتنب النهي. فإذا وقع على ذلك فإن كرم الله سبحانه وتعالى تسري فيه
بالهداية والثبات والمعونة. وإن أحداً لا ينكر أبداً أن العون في هذه الأيام والليالي ليس كسائر العام، فإن العبد والله لا يجد عوناً على الطاعة في مثل هذه الأيام بمثلها من سائر الأيام في سائر العام. من الذي قومك هذا القيام؟ ومن الذي صبرك على تلاوة القرآن أجزاء تلو أجزاء؟ من الذي قوى قلبك على الصدقات؟ من الذي قلل نومك وأبكى عينك وأخشع قلبك؟ من الذي صبرك على جهل الناس عليك؟ ومن الذي أخذ بيدك إليه؟ من الذي بدل همومك وأراك طريقاً آخر غير الذي كنت تشتهي وتتمنى؟ ما الذي جعلك تؤمل ما الذي سأقرأه اليوم؟ وفي أي مكان سأصلي وأصلب قدمي وصلبي بين يدي الله؟ ما الذي أضعه من شكواي على بابه وأنا أدعو؟ من الذي جعلك تطلب فكاك رقبتك وتطرح الخفلة عن قلبك؟ من الذي ومن الذي؟ هذه مشاهد المعونة من الله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبد خيرا فتح له ما يحب وأخذ بيده إليه. فإذا زرع فيك هذه الأماني وبدلت فاعلم أنه أريد بك الخير، لكن لا تلتفت. فكم من عبد منتفت عن باب فتح إليه فأراد أن يرجع إليه فوجده موصدا في وجهه. فإن الله سبحانه وتعالى كما أنه كريم فإنه عزيز سبحانه وتعالى، شكور يشكر على نعمائه سبحانه وتعالى وعلى عمل عبده. نعم، لكنه عزيز يقبل على من أقبل عليه ويعطي هذا الذي يعطي في سبيله. أنفق ينفق عليك، أقم نفسك على طاعته يأخذ بيدك إليهم. هذا نهار الصائمين يلتمس ما عند الله سبحانه، حتى قال جابر رضي الله عنه وهو يجسد أن الصائم لا بد أن يكون له حال زائدا عن حاله قبل الصيام، فقال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا صمت فلابد أن يكون لك حال تؤمن بهذا الأجر وأنه مفروض وتحتسب هذا الأجر على الله، وإذا صمت فليكن لك قدر زائد من عمل القلب وقدر زائد من عمل الجوارح، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فاطرح عن نفسك عاداتك وما ألفت، واطرح عن نفسك هذه المألوفات التي تحجبك عن هذه الساعات القلائل التي يجاب فيها الدعوات وتعتق فيها الرقاب من النيران. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. وأشهد أن لا إله إلا الله له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رحمة الله للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإذا دخل الليل عظم أنس المحبين، فإذا كانت عبادة الصوم على فرضيتها أعظم، لكنها قد يستوي في أصلها كل الصائمين، لكن التفاوت البين يكون في قدر القيام. وإن هذا أعظم ما ينجلي به عن القلب غبشه،
قال الله: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قال الله: قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. فهذه وظائفه، وهذه أشار إليها صلى الله عليه وسلم بخصيصة، فقال: وإن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذه تكون في كل ليلة، فيا ترى ما هي صفتهم، وما هي أحوالهم، وما هو دعاؤهم، وأين يكون وقت عتقهم؟ هل يسري ذلك في غفلتهم، أم يسري ذلك في لهوهم ولعبهم، أم أنه ينظر إليهم وهم على مسلسلات وأفلام وضحك يتركون القيام فيعتقون؟ لا والله، فإن هذه خصيصة لأهلها ومن قام عليها. ولا يعجز صاحب قلب أبدا عن إدراك ذلك، حتى وإن أقعد المرض العبد فإن قلبه يقبل على الله، ومن ثم تزحف الجوارح خلفه. إن أول رمضان كان صلى الله عليه وسلم يصلي فيه ليس كسائر الأيام، وكذا ليس كسائر باقي الشهر في خواتيمه، لكن عادته صلى الله عليه وسلم في صلاته في الليل فيها إشارة ودرس، وهذا لابد أن نعيه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع أصولا حتى ينتفع العبد بها، فقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام، أن يكون قيامه في التلاوة طويلا، هذا أفضل في الصلاة. فإذا كان هذا يعجز عنه سائر الناس، فليعوضوا هذا النقص بكثرة السجود والركوع في عدد الركعات، لكن الأكمل أن يطيلوا هذه. لذا قال زيد بن خالد كما في السنن عند أبي داود، قال: راقبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فصلى ركعتين خفيفتين. وهذه تقول عائشة أنه كان يفتتح الصلاة بالركعتين الخفيفتين، وهذه الأحاديث تشير أنها كانت ركعتي سنة العشاء. ثم قال: ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. تقول عائشة وهي تصف وكأن الأمر تطابق: ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن. لماذا يطيل؟ أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قام العبد فنصب قدميه في الصلاة نصب الرب وجهه إلى عبده. وهذا يسري عليه بالشفاء والضياء والنور وذهاب العلة من قلبه، هذا يسرع كلما طال وقوفه بين يديه، كلما عملت فيه هذه السنن. فليصبر على قليله هذا، فإنه يسري فيه بالكرم. يقول زيد بن خالد: ثم صلى ركعتين دون الأوليين، 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 ثم صلى ركعة. أي أنه يبتدئ الركعتين الأوليين كانتا طوالا، ثم كانتا التي تليها أخف منها، فيتخفف فيبدأ بالطويل ثم يتخفف ذلك. لذلك ورد في الطبراني أن عمر رضي الله عنه لما أمر تميم الداري
وأبي رضي الله عنهما أن يصلي بالناس قال صلي بهما 12 ركعة أو 11 ركعة دون الوتر، ثم بعد ذلك صلوا 20 ركعة. فهذا كان تعويضا لذلك، لما ثقل عن الناس فإنهم كانوا يصلون في الركعتين بالمئين بالصور التي تجاوزت 200 آية. فلما ثقل على الناس ذلك، حتى ورد أنهم كانوا في زمان عثمان في التراويح يصلون على العصي، ينصبون أجسامهم على العصي. وهذا في أصله في الصحيحين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح لكنه خشي أن تفرض عليهم، كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم أول ليلة فاجتمع عليه بعض الناس، فأصبح الناس يتكلمون، صلينا الليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمع أناس أخر، ففي الليلة الأولى صلى حتى ذهب ثلث الليل الأول، صلى حتى انتهى ثلث الليل الأول. فلما اجتمع عليه الناس في الليلة الثانية صلى حتى ذهب نصف الليل، صلى نصف الليل بهم القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على 11 ركعة في قيامه، يستغرق بها هذا الطول، وفي الناس عجزة، وفي الناس مرضى، وفي الناس فقراء معدومون، وفي الناس كل الأصناف. ما الذي حملهم أن ألا يتركوا؟ لأنهم يعلمون الفضل. أليس لهم جسد يتعب؟ نعم، لكن لهم قلب سليم يقيمهم، حتى لو أنهم كلوا بأقدامهم جلسوا ولم يتركوا. هذا الذي يفقهه كل عاقل على فضل يقال فيه وإن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فكانت في الليلة الثانية صلى بهم حتى انتصف الليل، فلما خرج في الثالثة وقد جمع الناس النساء والأهل واكتظ المسجد حتى أنهم لا يجدون موطنا لأحد، فصلى بهم قال أبو ذر حتى خشينا أن يذهب عنا الفلاح، فقال له الراوي ما الفلاح؟ قال السحور. صلى بهم، وهذا في أول رمضان، حتى أوشك الفجر أن يدخل عليهم، ثم ترك النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الرابعة فلم يخرج، ثم قال لهم إني لم يخف علي مكانكم، أنا أعلم أنكم تنتظروني، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. هذا الذي منعه من الخروج. أما أن يقول زنديق، هذا اختراع عمر، فهذا طعن حتى في رمضان يطل علينا هؤلاء. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه شيئا مخترعا من فعل عمر ولا من غيره، ولكنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شرع لأمته. فنصيحتي لكم أن تمتثلوا ما قاله صلى الله عليه وسلم في طيات روايات هذا الحديث، لما قالوا له يا رسول الله زدنا، يعني نطيل في أول ليلة نطيل، قال إن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. الذي يصلي مع الإمام حتى ينتهي من صلاة التراويح كتب له قيام ليلة، لذلك لا يفوتنك هذا الأجر. سأصلي الوتر في البيت، سأجتهد، لا، صل معه ثم اجتهد بما شئت في بيتك، لكن إن فاتك هذا الأجر لن تحصله، فقد يعتريك أي شيء يمنعك من قيام الليلة على وجهها، لكن الفضل أن تصلي مع الإمام حتى ينتهي من آخر ركعة يصليه. وهذا الذي نصليه والله، وإن كان يشق على البعض لكنه حقيقة يشق على القلب لا على البدن، فإنه والله مستطاع. هذه الساعة أو هذه الأقل أو هذه الأكثر قليلاً
مستطاعة والله، لكن تحتاج إلى رجل يريد ما عند الله، يعلم ما أعد الله لأهلها وما يكتنف فيه الناس من الفضائل، غير ذلك سيظل في غفلته لا ينتفع بأي شيء. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها نعيش. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.